بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تقع نقوش الدعاء لأهل المدينة، أهل طيبة، بأن يعجل الله لهم الفرج ويرفع عنهم الوباء. هذا هو النقش الأول. اللهم عجل لجيران قبر رسولك صلى الله عليه وسلم أهل طيبة فرجا مما أمسوا فيه وأصبحوا من شدة سنة 52. وهذا هو النقش الثاني. اللهم ارفع الوباء والعسر عن أهل المدينة. وكتب في جمادة سنة 52. وهنا نقش عباية ابن عمر رحمه الله وغفر له، يقول فيه: اللهم اصرف عن عباية ابن عمر شر الشيطان وشر السلطان وشر خلقك جميعا، إنك على كل شيء قدير. رحم الله عباية وغفر له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. آمنت بالله العظيم، تعالى الله علوا كبيرا، صلى الله على النبي الأمي. توكلت على الله، أستغفر الله، إنه كان غفارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. أعلى الجبل هناك هو نقش هلاك عمر بن عبد الرحمن.